بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تجدد النعمة، والشكر له على صنوف المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخرج الناس إلى النور بعد الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الهمة ومن سار على نهجهم صابرا على السنة. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس العطرة وهذه اللقاءات المباركات وهذه الدروس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن خير ما يتذاكره المرء مع إخوانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه جوامع الكلم وفيه معاني الحكم التي يستفيد منها المرء. ولذلك في هذه الليلة سوف نعيش مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان البر والإثم، وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في رواية أخرى موضحة لبعض مفردات هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث وابصة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا الحديث حديث عظيم لنا معه جملة من الوقفات. الوقفة الأولى في هذا الحديث الحرص على السؤال عن الخير وعن جوامع الفضائل، وهذا يراه المرء في حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كم حرصوا رضي الله عنهم أن يسألوا عن الحلال وأن يسألوا عن الحرام وأن يسألوا عن أبواب الجنة وأن يسألوا عن أبواب الفضائل. لكم أن تتأملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تارة أي العمل أفضل، تارة دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وعن الفضائل. فينبغي على الإنسان أن يحرص أن يسأل عن الخير وعن الفضائل وعن جوامع الأمور التي تنفعه. أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن يختار الإنسان من يستفتي في نهاية رواية وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ينبغي على الإنسان بداية أن يحرص في الجملة على سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأصل أن الإنسان يسأل العلماء ويسأل العارفين، ثم على جهة التفصيل ينبغي أن يختار الإنسان المفتي
الذي تتوافر فيه الشروط في الفتيا. ومن أبرز هذه الشروط كما قال العلماء أن يكون هذا المفتي تقيا عالما ورعا، أن يجمع بين العلم وبين تقوى الله عز وجل وبين الورع. فالعلم، صاحب العلم يربطك بالدليل وبالنص ويعطيك الصواب، وكونه من أهل التقى يجعله خائفا لله عز وجل في إجاباته، وتحليه بالورع يجعله لا يتساهل في الفتيا، فإن الفتيا من الأمور العظيمة كما وصفها ابن القيم بأنه توقيع عن رب العالمين. وما أوتيت الأمة اليوم إلا بسبب التساهل في باب الفتيا. وكما قال بعض العلماء: وهل أفسد العالم إلا نصف عالم ونصف طبيب؟ فالأول يفسد الأديان والثاني يفسد الأبدان. والمرء اليوم إخواني الأفاضل يعجب غاية العجب من حال الناس في التحري في أمور الدنيا والتساهل في أمور الدين. إذا أراد الإنسان العلاج يحاول أن يبحث عن أمهر الأطباء وأكثرهم خبرة في هذا المجال، وإذا أراد أن يبني بيتا سأل عن أمهر المهندسين والبنائين، وهكذا في سائر أمور الحياة. فإذا جاء إلى جانب الدين ذهب إلى المتساهل وذهب إلى المفرط، مع أن الدين هو رأس المال الذي ستقف به أمام الله عز وجل. فينبغي أن يتحرى الإنسان لدينه قبل أن يتحرى لدنياه. الوقفة الثالثة مع هذا الحديث كلمة البر التي جاءت في هذا الحديث: البر حسن الخلق. البر كلمة تطلق تارة في مقابل الفجور، ويراد بالبر هنا الطاعة، وتارة يطلق البر في مقابل العقوق فيكون البر بمعنى الإحسان والعقوق بمعنى الإساءة، كبر الوالدين أي الإحسان إلى الوالدين. والبر كلمة عامة لسائر أنواع الخير، والبر يطلق على الأعمال الظاهرة وعلى الأعمال الباطنة كما في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى نهاية الآيات. فذكر الله عز وجل في البداية الأعمال الباطنة الاعتقادية، ثم ذكر الأعمال الظاهرة، فيشمل سائر هذه الأنواع، ويخص ذكرا عند الوالدين بر الوالدين. ولما نقرأ في النصوص الشرعية قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، إذا جاء ذكر البر والتقوى في سياق واحد فالمراد بالبر فعل الطاعات، والمراد بالتقوى ترك المنهيات، إذا جاءت في سياق واحد كهذا السياق. ثم إن البر على نوعين: بر العبد في تعامله مع الله عز وجل، وهذا يكون بالامتثال ومعاني الإيمان والبعد عن المعاصي كما في الآية السالفة.
أن يحقق الإنسان العبادات ومسائل الاعتقاد، وهذا يتكرر في القرآن. وهم من يوصف بالأبرار، أي من يكون على الطاعة في تعامله مع الله عز وجل. والنوع الثاني من أنواع البر، بر الإنسان في التعامل مع الخلق، وهذا الذي نص عليه الحديث: البر حسن الخلق، أي يتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة في التعامل مع الآخرين. ومن الوقفات مع هذا الحديث الترغيب في الخلق الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وحسن الخلق هنا بعض العلماء قال ربما يراد به الدين كله، أي التمسك بالدين كله، لأن الخلق يطلق ويراد به التمسك بالشرع. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: كان خلقه القرآن، أي تطبيق ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا فيه شمولية الدين. ويمكن أن يراد به، وهو المعنى الأقرب هنا في هذا الحديث، الخلق الحسن المعهود. والخلق الحسن العلماء ذكروا له تعريفات، والخلق إذا أطلق يتبادر إلى الذهن الفضائل في التعامل، ولكن من العلماء من عرفه بقوله: بذل الندى وكف الأذى. وقيل: الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة، من أفضل التعاريف للخلق الحسن. فيعرف ببذل الندى، أي المعروف، وهذا يدخل فيه الابتسامة في التعامل مع الناس، الكلمة الطيبة، التواضع، خفض الجناح، الإيثار، الصبر، كل هذا داخل في بذل الندى. وكف الأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن الناس. بعض العلماء زاد قال: والصبر على الأذى، بحيث الإنسان لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان. وهذه الشريعة تربينا على الأخلاق الحسنة وتحث على كريم الأخلاق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم رتبة الخلق الحسن، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. فهذا الحديث فيه حث على الأخلاق الحسنة. أيضا من الوقفات مع هذا الحديث طمأنينة النفس. في رواية وابصة: البر ما اطمأنت إليه النفس. وهذا فيه دليل أن الفطرة السليمة تميل وتطمئن إلى الطاعة وتنفر عن المعصية، أما الفطرة المشوبة أو الفطرة المنتكسة تفر من الطاعة وتميل إلى المعصية بالعكس، كما جاء في وصف القلوب حينما تتغير. فطبيعة القلب الذي هو على الفطرة السليمة أن يطمئن للطاعات وللبر. ولذلك العلماء قالوا إن هذا الوصف وهو طمأنينة القلب
ما اطمأنت إليه النفس يكون لمن هو متمسك بدينه، متمسك بدينه، ليس المتلاعب، ليس المتساهل، لأنه قد يتخذه ذريعة لترك الشريعة أو لفعل المعاصي. ثم من الوقفات مع هذا الحديث بيان الإثم. الإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو الذنب من الأقوال والأفعال، والإثم قد يكون أحيانا ظاهرا جليا يدركه الكل، وأحيانا قد يكون خفي لأنه يدخل في حدود الشبهات، أي دائر بين الحلال والحرام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرحمة بهذه الأمة، قد ذكر علامتين للإثم: علامة باطنة في قلب الإنسان، وعلامة ظاهرة. العلامة الباطنة ما حاك في النفس، بعض الأعمال تورث في قلب الإنسان نفرة، نفرة، وهذا هو الإثم. جاء في بعض السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال: الإثم حزاز القلوب، يعني الإثم يورث في نفس الإنسان حزازة، نفرة، هذه صفة الإثم. فالإنسان يرى أن هذا العمل يجد في قلبه نفرة من هذا العمل وحزازة، ويجد حواجز عن هذا الفعل، فهذه علامة باطنة للإثم. والعلامة الثانية العلامة الظاهرة: كرهت أن يطلع عليه الناس، يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس وهو في هذا الفعل. الإثم غالبا صاحبه لا يريد أن يفعله أمام الناس. وهذا يقودنا إلى وقفة مهمة، وهو حال الإنسان المؤمن مع الآثام، وعكسه الفاجر. الإنسان المؤمن لا يحب أن يرى الناس آثامه، ويحرص أن يكتم ذنوبه، ويكون سريع الرجوع والندم والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الفاجر فإنه لا يبالي بأن يرى الناس آثامه، بل يتجرأ ويجاهر بهذه المعصية، يجاهر بهذه المعصية. وأيضا من الوقفات وهي متعلقة بهذه العبارة أثر الحياء على الإنسان المؤمن، أثر الحياء على الإنسان المؤمن، فإن الحياء المحمود في حياة المؤمن ما يجعل بينه وبين المعاصي حاجزا، يستحي أن يراه أهل الصلاح والخير وهو على المعصية، وهو على الإثم، فيحجزه عن المعصية، وهذا حياء. والعلماء ذكروا صور الحياء، قالوا الحياء من الله عز وجل، والحياء من الملائكة، والحياء من الصالحين. فهذه الصور من الحياء التي تمنع الإنسان من الوقوع في الآثام. ثم من الوقفات في هذا الحديث البعد عن الشبهات. الإنسان المؤمن يحرص أن يبتعد عن كل
ما فيه ريبة، يعني لو كان فيه شيء يسير من الاشتباه الإنسان يبتعد. أحيانا تأتي إلى مسألة يكون بين الحلال والحرام خيط فقط، مثلا معاملة مصرفية معاصرة مطروحة تشبه التورق المصرفي المنظم، وتشبه في جانب آخر القرض الربوي، ويكون الفارق بينهم دقيق جدا، حتى تأتي إلى المستفتي يفتيك يقول هذه مسألة خلافية، البعض يلحقها بالقرض الربوي والبعض يلحقها بالتورق المشروع، فأنت من باب السلامة تبتعد أصلا، لأن هذه المسألة فيها شبهة، والإنسان يستبرئ لدينه ولا يخوض فيما فيه أبواب من الشبهات. وأيضا من الوقفات، ولعل هذه الوقفة الأخيرة وهي في مسألة استفتاء القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك، هذه العبارة البعض اليوم يستدل بها في كل شيء، يقول استفتي قلبك، وفي نهاية الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهل استفتاء القلب مسألة مطلقة في كل الصور؟ كلا، هناك صورتان. الصورة الأولى عند وجود الحكم الشرعي الصريح بالدليل، في هذه الصورة لا مجال لاستفتاء القلب، لا مجال لاستفتاء القلب، حتى كراهية القلب في مثل هذا الموضع من تلبيس الشيطان. يعني تأتي إلى حكم صريح مثلا قصر الصلاة، نصوص صريحة من الكتاب والسنة والإجماع في قصر الصلاة، جاءت صورة توفرت فيها شروط القصر، الدليل قائم على القصر، يأتيك واحد يقول أنا في نفسي شيء من القصر، نقول لا عبرة لما في نفسك، لأن في مقابل ماذا؟ الدليل، الحكم الشرعي الصريح الواضح، فلا عبرة لهذا الجانب. الصورة الثانية وهي التي ذكرها الشاطبي والسرخسي وغيرهم، أن يستفتي الإنسان في مسألة اجتهادية في صورة جزئية محتملة، يأتي الإنسان يسأل الشيخ عن مسألة وهو متردد في هذا الأمر ويجد في نفسه حاجز عن هذا الأمر، فهذا المفتي يجتهد ويفتيه بالجواز، فيرى هذا السائل أن الشيخ لم يطلب منه التفصيل، لم يستبن منه، أو يرى في نفسه أنه هو بنفسه لم يوضح المسألة للشيخ، أو أن الشيخ لم يفصل له بالأدلة أو تنزيل هذه الصورة، فقال في نفسه أنا غير مرتاح لهذه الفتوى. في هذه الحالة يستفتي الإنسان قلبه، يبتعد عن هذا الأمر. وليس معنى ذلك أن يأخذ الإنسان هذه الجزئية للتجرؤ على ترك السنن أو فعل المحدثات. بعض الناس تنكر عليه في أمر محدث يقع في بدعة يقول استفتي قلبك، نقول لا، هناك نصوص محكمة يقف الإنسان عندها، فمسألة كراهية النفس للشيء ومسألة استفتاء القلب معتبرة، ولكن في حدود ضيقة وليست على الإطلاق كما يعمل البعض. فهذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل البر، سواء بالخلق الحسن في أحد صور البر، أو في فعل ما تطمئن إليه النفوس، لأن النفوس تطمئن
للطاعات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، النفوس تطمئن عموما لطاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه التنفير والتحذير من المعاصي والآثام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.